تمكن أبطال الجيش الوطني في نقطة المجمع العسكرية التابعة للواء 13 مشاة بمحافظة مأرب من ضبط 50 كيلو حشيش مخدر كان في طريقه إلى الميليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده الزميل رفيق السامعي. في عملية نوعية ناجحة تدل على مدى الحس الأمني العال الذي يتمتع به أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع الشرف والبطولة، تمكنت العيون الساهرة في نقطة المجمع العسكرية التابعة للواء 13 مشاة بمحافظة مأرب من ضبط سيارة بيرادو موديل 2008 وعلى متنها 50 كيلو جرام من الحشيش المخدر كانت في طريقها للميليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء. هذه كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر ب 50 كيلو من مادة الحشيش، تم القبض عليها عصر اليوم في نقطة الرقعة العسكرية التابعة لكتيبة الحماية التابعة للواء 13 مشاة. لم تكن هذه الكمية الأولى ولا الأخيرة، هذه تم القبض عليها وهو متستر عليها السائق تحت أرجل العائلة في انتهاك واضح وفاضح لحرمة النساء وانتهاك للأعراف وللقوانين الذي تحفظ للحرمة كرامتها. وأوضح قائد نقطة المجمع العسكرية أن الحشيش المخدر الذي كان على متن هذه السيارة استخدم بطريقة تمويه مخادعة لدى سائق السيارة والمرأة التي كانت تقوم بإخفائه أثناء مرور السيارة في نقاط التفتيش المختلفة. في تمام الساعة 11 صباح تم ضبط المهرب مع حرمته، وكان مع 50 كيلو من الحشيش، ويعني بلغنا السيطرة وقالوا انتظروا خذوا اجراءاتكم معه، وفعلنا له محضر التحقيق وتحركنا يعني حول العصر من هناك، ثم تسلمناه مع جميع مضبوطاته يعني كاملة. كان يعني متجه الى صنعاء وكانت الحرمة راكبة فوق ثنتين شوائل مسلحين تحتين. جهود مثمرة وكبيرة تقوم بها العيون الساهرة في نقطة المجمع العسكرية التابعة للواء 13 مشاة في ضبط العديد من المطلوبين أمنية، وكذا الحشيش المخدر المقدر بآلاف الكيلوهات في أوقات متفاوتة، والهادفة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن. 50 كيلو من الحشيش المخدر تم ضبطها من قبل أبطال الجيش الوطني في نقطة المجمع كانت في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي مأرب.